لأزار انتباهي وأصبت بطلع زازا رئيس محل يعني ومالية المال عمي زازا أصبت بغبن لما طلعت على هذا المشروع دي وتنظيم زازا لم تذكر نهائيا زازا مقصية حتى في الأرض الوطنية زازا أدت ضرائب كثيرة رغم كتعرفوا الأحداث الدامية ديال الموجة جراء هذا الملفات وجراء هذا الإقصاء وجراء هذه ما لازلنا نعاني إذا كيف يعقل أن دولة قاسية وحتى الهيئة اللي هي حقوقية دخلنا لها قاسية هذا زعما بكل صراحة وصلت زعما بصدمة علاش؟ نذكر حنا بين الأنشطة حنا تازا الملفات اللي وصلت لها كنظن هي الأولى في المغرب وتحدوا عندي تقرير وصيفتو للسبيطار أنا كنخدم بالقانون شكايات اللي مقدمة وتم الاستماع عليها تقريبا 12 شكاية هما كلهم أمام القضاء تم معالجة ثلاثة الملفات موليين جوج راهم في الحبس واحد تحكم بالبراءة من 2006 وحنا كنتقاتلوا معاه راه حسب الله ما يصحاح وأمين المال ديال المستشارين مجلس المستشارين راه من 2006 حتى حنا تابعينو طلع للنقد هبط بالنقد طلع له حتى يحكموا البراءة جراء هذه الملفات الشائكة حنا قمنا بواحد النشاط إشعاعي اللي كنظن أن تشي واحد ما حنا جمعنا البرلمانية ديال تازا كلهم وسألناهم على حاجة بما أنهم كيتخالوا الحجر من مال العام سألناهم على ديك المالية ديك هذي سمو اش كيقدموا لهاد البلاد اش كيقدموا لهاد البلاد أكبر هاد كيزيدوا راه حضر فيه سلطان السباعي وحضر فيه الإخوان التنفيذي إذا باش تازا ما تستفاد أنا ما كنقولش على الفروع الأخرى أنا كنحيي كاع أي مناضل أي واحد شريف اللي كيدافع على المال العام وكيسميتو وغادي يسميتو ما ضد حتى شي فرع ما ضد حتى شي واحد أنا غير إنسان يكون شي شوية ديال الإنصاف على الإخوان يكفينا حنا اللي عايشين في تازا ما نقولش واش على فرنسا كتقول لنا المغرب الغير ملكي واش بقات انتما تقول لنا تقصيونا هنايا حشومه خاص إشارة لهذه المسائل هذه وأنا جراء هذه الملفات هذه وصلت تسممتها يا إخوان خصكم تعرفوا طبقة الصحافة الوطنية كلها كانت ست شهور ولا في السبيطار ديال سميتو ديال العسكري هنا في الرباط ثلاث شهور وأنا كيسميتو كنت غادي نموت أن لي بلاكيت ديالي عطوا 3000 أن التسميم ديالي حضر بحال الفار مع التهديدات اللي كنت كنلقاها والله نهار بالهاتف ولا اللي كيتهدوا وهذه وهذه ولكن ماشي حنا من أجل هذه المصلحة ومن أجل هذه محاربة ناهبين المال العام غادي نضحي جسكم حتى ولو نضحي بكل شيء اللي عندي